مامي شو عم تعمل؟ مش قلت لك ما تاكل هذا الصبح؟ بدي احكي مع بابا. بابا يس. ايش فيه؟ زينو مش قلنا الشجر الصبح ممنوع؟ ليه هيك؟ تعال مامي تعال، اعطيني لو سمحت، يلا عشان تروح تجهز حالها. لازم نروح على المدرسة يا ماما. ليش؟ اوبس، واتس ذس؟ وين؟ زينو شو هاي؟ let me see. واو. استنونا، رح ترجعوا على حياتنا، اكيد اشتقتولنا. بعد 11 سنة رح نرجعكم هلا على حياتنا، تشوفوا يومياتنا، شو عم نعمل. أنا سلمى وبشار وزين وتيم. يلا زينو يلا ماما بدنا نلبس نروح على السكول. يلا ماما. أنا. يلا تيمو اشلح ماما يلا. أنا. لا زين خد البيجامة تبعتك. تيم لا توش هي تبعتك، روح جيبوا التيشيرت الأزرق. يلا زينو البس مامي. اول شيء روح ارجع البيجامه تبعتك علقها. يلا تيمو مش هونيك يا تيم. يلا خد تيمو. يلا اشلح طلع ورجيني لا فورس. واو لا فورس. علي مامي ليتس جو. يلا زينو يلا. طبعا لزين هذا الباص لانه اخوي يروح بالباص. هي الباص تيم قصدك. طب بشار بنروح من الجهه الثانيه لانه استني. لا ويت انا بدي احقله من هون. تعال تيمو. فازي ماما. وين سكول تيمو؟ حياتو فيري نايس. كثير قريب كثير قريب على البيت. ها شي جديده من فويما. شاطر. وايرون مان بيروح معك على السكول؟ ها؟ يس. شو بيتعلم؟ برافو. يلا سكول. يلا مامي. شو؟ يلا باي باي. تيمو give me a kiss. No. Wow. Oh, thank you. يلا have a nice day. اوبا. اتونسيون. يلا خد الكارتابل. يلا مامي ليتس جو. هاك ماما هاك. ايوه شطور. اتونسيون. اوبسي. هيو سكول تبع تيموز. يلا مامي شاطر. يلا مامي. Good morning, Miss Lubna. Say good morning. Good. Yalla, Timo. Happy to come to school? Yes, very. Wow. Good morning. طبعاً تيم الستار تبع السكول، يعني ابتداءً من مديرة المدرسة مس لبنى للمس تبعته رانيا ومس تبعته فرح، غرام ومس رانيا. طبعاً شوفوا الاتنشن. They're amazing. Ali Timo, go. Bye, mommy. Have a nice day. Bye, mommy. Love you. هلا ببلش نهارنا بعد ما حطينا الأولاد. زين راح المدرسة بالباص تبعته، وتيم مثل ما شفتوا وصلناه أنا وبشار. هلا بشار يوصل حاله على على الشغل، وانا باخد السياره عشان اروح على مشاويري. يا عيني على مشاويرك انت يا مدام. مشاويري كتير مهمه، مش انت تضلك تقول لي لازم الرياضه ولازم هذا. طبعا انا عم بتبع اللي انت عم تحكيه. طبعا طبعا. تشاو، باي باي، يلا هاف ا نايس داي. خذ اكلاتك سيد بشار. اوكي هاي هون حطينا لك كل شيء. تسليم الامانه. ثانك يو. يلا انتي، يلا باي. هلا انا باخذ السياره. طبعا بدي اخبركم شغله، لو قعدنا 10 ساعات على اشاره بشار ما بيعصب. برود اعصاب قاتل الصراحه. انا بعد 5 دقائق بصير بشار يقول لي ليش تحسبي هلا بتفتح؟ بقول له بشار يعني وقفنا 5 مرات على نفس الاشاره. طيب روقي، رواق رواق. انا متاكده من ورا الحشاوش اللي بياكلها له دخل. يمكن الناس اللي ما بتعرفوا انه بعد ستار أكاديمي تقريبا لل 2011 اجت اول فتره، اول سنتين يمكن اشتغلنا انا وسلمى، وكان كنا ماضيين عقد وعملنا 2 سينجلز كل واحد فينا، صورنا كمان 2 كليبس. بعدين انا رحت اكثر للتي في وقدمت كذا برنامج على كذا فضائيه. بيوم وليله اخذت قرار انه خلاص I wanna quit everything. وقت اتجوزنا بشار كان عنده هدف واحد، انه يضل بالميوزك اندستري، وكنت انا بتوقع انه اتليست تشهد لي فيها ما تكذبني. انه انا كنت كثير من الناس اللي بقول له انت شاب درس، وكنت كثير متفوق في جامعتك. شاب ايش؟ درس. اوكي درس يعني انت مهندس. اوكي شاب درست وعندك نولج يعني. فكنت قلت له يعني كان عندي هيك شويه خوف من حياتنا بالفن، انه ما كنت بحسها ستيبل. تركت ورحت على السعوديه، اشتغلت 3 سنين بالسعوديه مع واحد من الموبايل اوبريتورز بالسعوديه، وكان شغلي هناك شوي مختلف. احنا كنا بهذاك الوقت رحت عشان نبني نيو تكنولوجي كانوا بده يطلعوا فيها وقتها، ويقدموا خدمه بس بتختص اكثر بهوليوود كونتنت كموفيز وكسيريز. اشتغلت عليها تقريبا 3 سنين في السعوديه. اللي صار انه اجاني اوفر انه ارجع على الاردن انا وسلمى والاولاد. هون شوي ريسبونسبيلتي اكثر، لانه انا مش بس مسؤول عن الكونتنت، كمان مسؤول عن كل نحكي الريليشن شيب مع الموبايل اوبريتورز في الريجن. فعشان هيك عم بتلاقي الفتره هاي عندي سفر كثير، بسافر في المنطقه، السعوديه، مصر، لبنان. بضطر انه عشان اكون دائما على تواصل مع الموبايل اوبريتورز ونشوف شو في خدمات جديده ممكن نقدر نقدمها، افكار جديده، تكنولوجي جديده ممكن نشتغل عليها. هلا انا ما تسمعوا لبشار يتخوط علي على يومي، عن جد الرياضه مهمه، وانا بسوي يوغا، واليوغا اشي ها كتير بيخلي نفسيتي حلوه وايجابيه. بحس اليوغا كتير مهمه بحياتي، لانه بحسها عن جد تعطي تركيز، تخليني هيك افرغ هاي الطاقه السلبيه، لانه شئنا ام ابينا الستريس تبع الحياه اليوميه، شوي كمان الستريس على الاولاد وتربيتهم وهذا بيخلي الام تنضغط شوي. فانا بحس اليوغا بتشيلي هاي الطاقه السلبيه وتعودها لي بطاقه ايجابيه. يعني بس اخذ الشاور قديش بتعب، بس باخذ الشاور بحس حالي انسانه جديده. طبعا سلمى من الكلاينت المميزين عندي، شخص رياضي بحب الرياضة بكل أنواعها، ودائما كل ما عملها تحديات جديدة بتحاول تتحدى هاي التحديات تكسرها. أنتِ عملتي انت وقفتي على راسك، انت سويتي ما بعرف شو، انت بتقدري تعملي بوش اب. انا على فكره بدي اخبركم شغله، انا عن قصد الجيم تبعي غير الجيم تبعه، لانه لو اروح على الجيم نفس اللي هو اول شيء بيموتني ويقتلني، ثاني شيء رح يضلوا يقول لي ما سويتي شيء اليوم، اللي سويتيه كله مش مهم، حكي فاضي. ليش حكي فاضي؟ ليش ما بتأمن فيني؟ أنا دايماً بمدحك، بقول أنت عن جد كتير رياضي وكتير لأنه هي الحقيقة طبعاً. جربته لما كنت حامل بزين أول شيء، وعن جد ولادتي كانت كتير كتير مميزة وحلوة، وكانت ذكرى رائعة من وراء بس هاي، كيف كنت عم بتنفس صح، كيف كانت سلاسة ولياقة عالية بجسمي، خلت ولادتي ذكرى كتير كتير حلوة. طب ليه ما بتصدقني؟ طيب احكي لنا شو عملتي باليوغا اليوم؟ يعني جملة هالقد ما طلعت فيها بأي معلومة عن اليوغا، شو عملتي؟ يعطيك العافية. ميرسي بوش بوش. خلصت رياضة وصار وقت أعمل إشي كتير أنا بحبه، اللي هو من هدول لو بدي اضرب بشار عم بتخوف عليه. اوكي ميرسي. 50 ساعة الجواب. بيهمني لأنه نهار حلو.